عبد الله دفين. دفين اتوقع ما شاء الله بعد عبد العزيز العقده انحلت خلاص، اتضح الرؤيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. جمهورك اولياء امور. جمهورك اولياء امور. اوكي دخلت مدرسه حفل اولياء الامور وقالوا لك القي للحفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساءكم بكل خير. اهلا باولياء الامور، اهلا بالموجودين قدامي، الله يطول اعماركم، جزاكم الله خير على حسن التربيه، على ما نشوفه من الطلبة ونشوفه من أولادكم عندنا داخل المدرسة. صراحة علم مرجلة في كل علوم المراجل، وكل علم طيب نلقى كل واحد وندري إن ولي أمره اللي وراه إنه منه زود. فالله يوفقكم والله يطول عماركم، ولا يستغرب الطيب منكم يا أولياء الأمور. كذا بس أولياء الأمور في الدراسة أولياء أمور يعني. فالله يجزاكم خير، عندنا إن شاء الله يوم مخصص لأولياء الأمور، ونتشرف إن شاء الله بحضوركم كلكم في المدرسة الفلانية لتحفيز الطلبة واستضافتكم، وأنتم تستاهلون كل علم طيب، وشكرا لكم وصفقة لأولياء الأمور. بيض الله وجهك عبد الله وجهك، الله يطول عمرك. استاذ احمد، انت ابدعت لين وقفت ولفيت على علينا. هذا احد لاني كنت ما ادري اشرح لك اياها. في الاعلام